ليش اجيتي؟ شيا ولو قالت لي انك ما عم تاكل وما عم تسمع كلام حدا وطلبت مني اجي اشوفك. طيب وانت واثقه هالقد؟ يعني شو عرفك اني رح اسمع منك؟ احكي ليش ساكتي؟ سون يانشين انت لازم تحكي هيك يعني؟ خليني اسالك، امي ايمتى قالت انك حمل تقيل علي؟ هاي الافكار من راسك انت وبس. المشكله ما انا بعيونك ولا بحظك بالحياه، هاي القصص ما انا مهمه ابدا ولا مره حسيتها انها عقبه. مفكر انت بس اللي عندك صعوبات وبس انت اللي تعبان؟ كان ابي مرضان بالمستشفى، رحت لعنده لشوفه واطمن عليه. انا كنت خايفه ومرعوبه عليه وبدي اعرف شو اللي صاير معه. انا كمان كنت كتير تعبانه من اللي صار ومن الوضع كله ومن هالقصص كمان، بس صار ماري اكتر من يوم وما تنازلت تحكي معي تليفون واحد. انا تعبت كتير لحتى رجعت بسرعه مشان خفف عنك. بيجي بسمعك قاعد عم تتمسخر علي، اصلا انا ما بعرف شو اللي جابني لهون. انا كنت مفكره انك بتحبني ولهيك انا كنت متحملة عصبيتك وطبعك الصعب هاد، بس انا هلا فهمت القصة كلياتها. انت ما بتحب غير حالك، ما في شيء اهم عندك من عزة نفسك، بس لانك بتحس بالنقص تاخذ موقف وبتفكر انه انت الصح. على فكرة انت هيك عم تأذيني وعم تأذي كل اللي حواليك. كنت مفكرة انه انا فيني اتحملك، بس بعدين اكتشفت انه القصة مو هيك ابدا.